النهارده عندي طاجن لحمه بالمشمشيه، لحمه بتقول له مشمشيه وبصل وتوم ملح وفلفل ومرق سمنه كريستال الصفراء لوز وسمسم سكر بني عدان دي ده عدان قرفه مطحونه يعني قرفه مطحونه او عدان بودره الزعفران وجنزبيل فريش. ثوم وبصل نحط القرفة العيدان هنا مع البصلاية كده ادي الثوم والزنجبيل بفرد كده كده ادي لوز نركز مع بعض كده عشان ايه العملية النهاردة عندنا فيها تكنيك معين وابتكار يعني طيب السمسم كده كده متحمر كده بحمر اللوز زي ما حضراتكم شايفين اهو ادي البصل بتاعي وادي كمان شوية سمسم وادي كمان شوية السكر ادي المشمشية اهو واروح نازل ببودرة الزعفران اهي بص بقى اهو شفت يا باشا الجمال ده يبقى اهو اللوز متحمر السمسم متحمر اللحمة مستوية البصل مستوي نخش بيه الفرن بقى كده لمدة مثلا يعني 3 ايام 4 ايام قصدي 3 دقايق 4 دقايق